لسه بنتكلم بقى على مباراه النهارده ان شاء الله ورؤيته وتوقعاته. كنا بنتكلم في التفصيله دي، فكره ان احنا هنشوف نفس الحلاوه اللي شفناها في مباراه الاسماعيلي ولا لا، بس يعني الامل عندنا من ان احنا مش مجرد نشوفها في ماتش النهارده، ان احنا مستمره معانا. الاستمراريه هي دي اهم حاجه اللي الناس طالباها، زي ما بقول لك لما كنا بنتكلم قبل الفاصل، ان الناس عايزه تحس ان ده مش يوم وعدى او مباراه بس جت بالصدفه، لا دي طريقة فعلا كانت تناسب المباراة. موسيماني أبدع فيها، أبدع في التشكيل، اللعيبة أبدعت في الملعب، الاستمرارية دي يعني مطلوبة. عشان أتوقع بقى إن هو يلعب إزاي كان ممكن أقول لك قبل ماتش الإسماعيلي، لأنها كانت الطريقة واحدة. الماتش ده غير لك الحسابات بالظبط. 4-2-3-1 دي كانت مستمرة على طول. ماتش الاسماعيلي غير حسابات ناس كتير، فاجئوا بموسيماني في زيه الجديد مع بدايه الموسم، فانت ما تقدرش تعرف هل هيرجع للطريقه التقليديه بتاعته ولا هيكمل في نفس الطريقه ولا هيقلب حاجه تانيه او هيخترع حاجه تانيه. هل التشكيل هيثبته، هيمشي بالموضوع ده، ولا عشان عنده لعيبه كتير فبيبتدي من دلوقتي ان هو يغير ويحسس الناس كلها ان هي جوه الملعب. بالمناسبه التفصيله دي في ناس كتير وقفوا عندها مع بيرسي تاو تحديدا، طبعا بعد شويه الشعوذه اللي هو عمله بجولين. أيوه. أيوه. الحلوين اللي سجلهم في ماتش الاسماعيلي، قال لك يا ترى هيبقى ثابت معانا بقى الفتره الجايه ولا زيه زي غيره هيخضع لعمليه الروتيشن. هو انا اعتقد ان هو طبعا لازم يثبته، لان هو لعيب جديد، وافد جديد وتالق في اول مباراه، فلازم يديله شويه. بس في نفس الوقت لازم بقى يخترع حاجه معينه، ان الناس اللي بره دي برده لعيبه كبيره، يعني زي محمد شريف ده، ما هو من هداف دوري وبيلعب على طول وراجل طبعا منتخب مصر، ان تيجي تقعده كتير برده دي يعني نفسيا مع اللعيب بتبقى طبعاً مش تمام. فهو اعتقد ان هو بقى هيعمل عمليه تدوير في الملعب، مش عشان الاجهاد، لا عشان ان يبقى كله جاهز ويبقى في الملعب. صحيح.